أنا أفتح فمي وأتكلم وأقول سلام لك يا مريم، وأمدح هذا المكرم بقول الطموي مال منذ حداثته للانفراد بربه، فسكنت مغارته أم بقول الطموي في جبل أنصدى العظيم عاش هذا الكريم، وجحد الشيطان اللئيم أم بابول الطموي. أقام معه هناك تلميذه العظيم في النسك، أم بحس خيال الملك أم بابول الطموي. هذا الذي شهدناه وحدثنا عن فضائله وكتب لنا سيرته أم بابول الطموي. أن من فرط محبته لإله وخالقه أضنى بالزهد جسده أم بابول الطموي. بتقشف مع أصوات مستمرة بطول الأيام، فوق طبيعي الآلام بابول الطموي. واستحق المادح من فم السيد المسيح، فظهر له بالصاحب أم بابول الطموي. وطوبه فم الطاهر على سلوكه الساهر، مسلك المجاهد الباهر أم بابول الطموي. ضد الجسد والشيطان وتغلب عليه يا إخوان، بنعمة الرب الديان أم بابول الطموي. فقال له هذا المال كل هذا بعنايتك، يخلق وفادي جبلتك أم بابول الطموي. بموتك عنا نحن الخطى غير المستحقين العصى، فعزاه الرب وقوى أم بابول الطموي. لما مضى أبونا القديس أم بابشوعي النفيس، إلى جبل أنصينا الرئيس أم بابول الطموي. اجتمع معه هناك وغبره عن الملك، سيوضع جسده مع جسدك أم بابول الطموي. وتم هذا يا أحب لما تنيح على الراجع، وضعوا جسده بسنة أم بابول الطموي. مع جسد الأنبا بشوي وضعوا وأرادوا ينقلوا، جسد الأنبا بشوي حبيب أم بابول الطموي. إلى البرية القديس مكاريوس النافس، حملوا في مركب رايس أم بابول الطموي. وجسد الأم بابول تركوا، فلم تبرح المركب مكانه، فاحضروا إليها جسده أم بابول الطموي. في جبل شيهات وضعوا في الدر وأكرموا، بجوار جسد حبيب أم بابول الطموي. منه ظهرت معجزة طهرة مع آيات، تعطي للمؤمن ثبات أم بابول الطموي.
صلواتك كن معنا شافعت تسندنا من الخطر تمنعنا أم بابول الطموين. تفسير اسمك يا أخواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي أم بابول أعنا أجمعين. العظيم الأنبياء
التقلطموي. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب